جبال عالية والشواطئ الساحرة تقسمات جولتي في مدينة الحسيمة. ولأن للبحر أسراره اللي كيبوح بها فقط المحبيه، خاصة من الغواصين اللي كيحاولوا يبحثوا في جماله الداخلي. كان عندي موعد مع مدرب غوص غادي يحدثنا على هذا النشاط المتميز اللي كيقوموا به الشباب وزوار مدينة الخزامة. أنس، تبارك الله، البحر ديال مدينة الحسيمة معروف بالنقاء ديالو، فممكن تحدثنا شوية على النوع ديال الأسماك اللي نقدروا نشوفوا فاش نديروا الغطس؟ بالنسبة للأنواع ديال لي بواسون اللي كاينين في الحسيمة، الحسيمة أول حاجة مميزة بواحد النوع ديال البواسون. عندك مثلا الميرو اللي هو مبروتيجي في هذه الوقيتة اللي ممنوع الصياد ديالو، كيكون عنده واحد الوقيتة اللي كيصيدوا فيه. وكاينين أنواع آخرين مثلا بحال الشارغو، بوسنان، كاين ليسبادو، كاين الطون، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نشوفوهم. وكنظن ان على طول السنه كيكون الغطس مغامره ممتعه للناس اللي كيزوروا مدينه الحسيمة، لان دائما كاين اشياء زوينه باش يشوفها الواحد. انا شخصيا نقول لك واحد الحاجه، لا بلونجي بحال اللي فوق ما بلونجيت بحال اللي راه اول مره كنبلونج، يعني كيكون الاستمتاع دائما بلا بلونجي. غير انني كنعطي واحد الحاجه للناس اللي كيبلونج.